بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا آية في حكاية. وآيتنا النهاردة جميلة، جت سفر الأمثال صحاح 30. هقرأ لكم بقى، هي مش آية، هم أربع آيات بس صغيرين، من عدد 24 لعدد 28. يقول إيه سليمان الحكيم؟ أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. النمل طائفة غير قوية لكنه يعد طعامه في الصيف. الوبار طائفة ضعيفة وتصنع بيوتها في الصخر. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. هنا سليمان الحكيم زي ما انتم عارفين كان بيحب يتعلم من الطبيعة ومن كل حاجة حواليه، ومن هنا اكتسب كتير من الحكمة. فاتكلم معنا سليمان الحكيم عن أربع كائنات حية تبدو انها صغيرة لكنها حكيمة. اتكلم عن النمل وقال عنه طائفة غير قوية لكن بيعد طعامه في الصيف. وهنا اتوصف النمل بالحكمة لانه بيخزن لبكرة. طب يعني ايه اخزن لبكرة؟ انا مش اقصد اتكلم معاكم في الناحية المادية، اقصد في الناحية الروحية. الكتاب يقول مثلا اذكر خلقك ايام شبابك، يعني وقت الشباب تخزن صلاة وتخزن مزامير تحفظها وتخزن إنجيل تقرأ له، تخزن حاجات كتير من الصلوات والمزامير والحاجات الحلوة تقدر تحوشها، تقدر تخزن فترات كتيرة من الصوم وحاجات حلوة. يمكن يجي يوم من الأيام ما أقدرش أصوم، يمكن يجي يوم من الأيام عيني ما تشوفش الأجبية وما أعرفش أقرأ المزامير، بس لأني حافظها برددها. وده تلاقوه في حياة أباء كتير من الأباء الكبار اللي لما ضعف نظرهم أو ضعف الجسد بشكل عام قدروا أنهم يطلعوا من الخزين اللي عندهم، إن كان من أصوام أو من صلوات أو قراءات في الإنجيل، ويستمتعوا بيهم. وهكذا النملة بتخزن لبكرة، إحنا كمان نتعلم منها كده. الدرس الثاني الوبار. الوبار ده حيوان أكبر من الفار وأصغر من الأرنب ويعيش في الجبال. ولأنه ضعيف الوبار ده زي الفار كده أكبر شوي، لأنه ضعيف فبيخاف أنه في الجبل يطلع عليه أسد ولا ديب يأكله ويموته. فيعمل إيه؟ يشوف شقوق رفيعة جوه الجبل ويدخل جوه الشق ويستخبى. ومين هو الجبل؟ مين هو الصخر؟ هو المسيح. وأنا إنسان ضعيف بأدخل أستخبى جواه، لو جه الأسد بره ما يطولش الوبار اللي مستخبي جوه، فيبقى الوبار قاعد في أمان والأسد واقف بره مش طايله. طب ومين الأسد؟ الشيطان عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. طب وانا كنت مستخبي في المسيح، مهما زقر الأسد ما يقدرش يوصل لي. مش بس كده، الوبار في العهد القديم كانوا يفرقوا بين حيوانات نجسة وحيوانات طاهرة، والحيوانات الطاهرة يقدموها الذبايح والنجسة لا. والوبار كان يعتبر من ضمن الحيوانات النجسة، ولكن هذا الحيوان الذي يعتبر في العهد القديم من الحيوانات النجسة لما دخل في الصخر واحتمى فيه خد منه الايه؟ الطهارة. انا كمان رغم كل خطيتي لما ادخل جوه المسيح اخد منه نقاوة وطهارة وقداسة. هو اخذ الذي لنا من كل ضعف فينا ما عدا الخطية، واعطانا الذي له كل مجد وكرامة وبهاء. يبقى اتعلم من وبارة استخبى في المسيح، واتعلم من النملة احوش لبكرة. والدرس الثالث الجراد. قال لهم الجراد يخرج فرقا فرقا زي الجيش. عارفين لما تلاقوا الحمامة بتطير مثلا، سرب حمام بيطير يمشي بشكل كده كأنه مثلث، الحمامة القائدة تبقى قدام تعمل كده ينزل وراها السرب كله، تحود يمين شمال كل السرب يمشي وراها، حمامة قائدة. كتير من الطيور ليها دايما قائد، أما الجراد يمشي صفوف كده زي الجيش زي الصعقة كده، ما يبانش مين القائد بتاعهم، بس يمشوا بتفاهم. ما تلاقيش جرادة تخبط في جرادة ولا يمشوا بشكل منعكش كده، تلاقيهم ماشيين زي الصفوف. وعشان كده يوصفوا الجراد انه جيش جراد، جيش. طيب واحنا نتعلم منها ايه؟ نتعلم ازاي نشتغل مع بعض، نتعلم ازاي نحب بعض من غير ما يكون لينا قائد مرئي ظاهر. احنا قائدنا غير مرئي، هو المسيح رأس الكنيسة غير المنظور. فازاي نقدر نمشي في قيادة القائد دوت من غير ما نخبط في بعض، دايما بنحب بعض زي الجراد اللي بيطلع زي الجيش. يبقى نتعلم من النملة نشيل لبكرة حاجات حلوة روحية،
ونتعلم من الوبر ازاي نستخبى في المسيح، وتعلم من جراد نحب بعض ونشتغل مع بعض. والعنكبوت بقى دي آية غريبة قوي، يقول لك ايه؟ والعنكبوت تمسك بيدها وهي في قصور الملوك. هو في قصر ملك ممكن تلاقوا فيه عنكبوت؟ مستحيلة. لو الملك عدى وشاف عنكبوت كده في القصر بتاعه هيطرد كل الناس اللي بتنظف في القصر ويقول لهم انتوا مش شايفين شغلكم كويس. امال يعني ايه عنكبوت موجود في القصر؟ انا كاني عنكبوت وموجود في قصر الملك اللي هو الكنيسه. انا لا استحق ان اكون موجود في المكان ده، ولكن الله اتحنن عليا وسمح لي. فالعنكبوت يعمل ايه بقى؟ يروح يفرز ماده لزجه ويلزق في الحيطه كده، ويفرش الايه؟ ينسج الحبال بتاعته، العش بتاعه، ويمسك بايديه واسنانه في قصر الملك. يبقى انا المفروض اعمل زي ما قالت عروس النشيد، امسكته ولم ارخيه. اللي يمسك في ربنا وما يسيبهوش ابدا، زي العنكبوت يلزق فيه، زي يعقوب لما شافه وقال له لن اتركك ان لم تبارك. يا ريت نتعلم من النمله نحوش لبكره حاجات حلوه روحيه، ومن الوبار نستخبى في المسيح، من الجراد نحب بعض ونشتغل مع بعض، من العنكبوت نمسك في المسيح ولا نرخيه مهما كانت، ونقول من سيفصلنا عن محبة المسيح. كل مرة وانتم طيبين، لربنا المجد دائما أبديا، آمين.